مرحبا في حصة الدعم رقم 12 التي تتناول جزء من الحساب المثلثي كجزء من الجزء الأول. نشاط الدعم هنا يتمحور حول عموميات معرفة قياس الزوايا بالدرجة وعلاقتها بالمفهوم الجديد اللي هو الراديان، أي قياس الزوايا بالراديان أو طول القوس المنحني. هنا عندكم جدول فيه بعض القيم التي يتعين عليكم تحويلها من الدرجة إلى الراديان وعكسيا من الراديان إلى الدرجة. ثانيا، هناك تمثيل النقط على الدائرة المثلثية انطلاقا من أفاصيلها المنحنية. ثالثا، حساب كوسينوس ألفا، علما أن سينوس ألفا يساوي قيمة معلومة 1 إلى 2 وألفا محصورة من بي إلى 2 وبي. رابعا، تبسيط عدد معبر عنه بتعبير بنسب مثلثية كوسينوس وسينوس باستعمال العلاقات الأساسية الدائرة. خامس، حساب مجموع لقيم كوس ديال بي إلى 5 و 2 بي إلى 5 و 3 بي إلى 5 و 4 بي إلى 5 و سينوس ديال بي إلى 5 و سينوس ديال 6 بي إلى 5 على التوالي. إذن أديروا محاولة فردية قصد استذكار المفاهيم ونعمل على الحل لاحقا. نمر إلى الحل. نعلم أن X على 180 درجة كتساوي Y على بي غاديون، مع X و Y هي القياسات نفس لنفس الزاوية بالراديان والدرجة على التوالي. إذا لدينا X على 180 كتساوي بي على 4 على بي كتساوي 1 على 4، ومنه X تساوي 180 على 4. بنفس الطريقة نتمم الجدول. قياس الزاوية بالدرجة، قياس الزاوية بالراديان، إذا كانت عندنا 30 درجة بي على 6، 45 درجة بي على 4، 60 درجة بي على 3، 120 درجة كنلقاو 2 بي على 3. الآن نمر إلى تمثيل الدائرة المثلثية النقاط M K التي أفاصيلها المنحنية هي الأعداد ك بي على 3 حيث K ينتمي إلى زد. لتحديد الأفاصيل المنحنية الرئيسية للنقطة M للنقطة MK نستعمل التأطير ك بي على 3 محصورة ما بين ناقص بي و بي. هنا في هذا الوضع كنعملوا على حل المترجحة. ذات المجهول ك عدد صحيح نسبي، المترجحة الواردة هي ك بي على 3 محصورة ما بين ناقص بي و بي. نحل المترجحة ك بي على 3 محصورة ما بين ناقص بي و بي. نضرب كلا أطراف المتفاوتة في العدد 3 على بي اللي هو موجب قطعا. إذا نجد ك محصورة ما بين ناقص 3 و 3، وبما أن ك تنتمي لزد فإن القيم المناسبة لك هي ناقص 2، ناقص 1، 0، 1، 2 و 3. إذا توجد 6 نقط أفاصيلها المنحنية تكتب على الشكل ك بي على 3 حيث ك تنتمي إلى زد. هذه النقط هي M ناقص 2 عن الأفصول المنحني ديالها هو ناقص 2 بي على 3، و M ناقص 1 الأفصول المنحني ديالها هو ناقص بي على 3، و M 0 عندها 0، و M 1 عندها بي على 3، و M 2 عندها 2 بي على 3، و M 3 عندها بي. لدينا M 0 عندها هي 0 هي أصل الدائرة المثلثية، و كوسينوس بي على 3 كتساوي 1 على 2. ننشئ المستقيم دلتا ذو المعادلة X يساوي 1 على 2. دلتا يتقاطع مع الدائرة المثلثية في النقطتين M1 عندها بي على 3 و M-1 عندها ناقص بي على 3، والنقطة M2 عندها ناقص 2 بي على 3 و M3 عندها بي و M-2 عندها ناقص 2 بي على 3. هي على التوالي مماثلات النقط M1 بي على 3 و M0 عندها 0 و M-1 عندها ناقص بي على 3 بالنسبة لمحور الأراتيب كما يبينه الشكل أسفله التي
أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم رسم الدائرة المثلثية وتحديد النسب الأساسية كوسينوس وسينوس لأفاصيل النقط المنحنية. نمر للسؤال الثالث. لنحسب كوسينوس ألفا علما أن سينوس ألفا تساوي 1 إلى 2 وألفا بصورة من بي إلى 2 وبي. هنا في هذا السؤال هذا بالضبط خصنا نخوض الاحتياط على كون الفا محصوره ما بين بي الى جوج وبي ونستدرك العلاقه الذهبيه كوس كاري الفا زائد سينوس كاري الفا تساوي 1 لكل الفا لكل عدد حقيقي الفا. الوغ لدينا كوس كاري الفا بلس سينوس كاري الفا تساوي 1، اذا كوس كاري الفا تساوي 1 ناقص سينوس كاري الفا، ومنه كوس كاري الفا تساوي 1 ناقص سينوس كاري الفا تساوي 1 ناقص 1 على 2 مربع، لان سينوس الفا تساوي 1 على 2 اي كوس مربع الفا تساوي 3 على 4، ومن كوس الفا يساوي جذر 3 على 2 او كوس الفا تساوي ناقص جذر 3 على 2. وبما ان الفا محصوره ما بين بي على 2 وبي فان كوس دو الفا سالب، اذا كوس دو الفا تساوي ناقص جذر 3 على 2. الان في السؤال الرابع نعمل على تبسيط التعبير. A de x تساوي cos بي ناقص x زائد سينوس بي ناقص x زائد كوسينوس بي على 2 زائد x زائد سينوس بي على 2 ناقص x. نعلم أن cos بي ناقص x تساوي ناقص كوسينوس x، وسينوس بي ناقص x تساوي سينوس x، كوسينوس بي على 2 زائد x تساوي ناقص سينوس x، وسينوس بي على 2 ناقص x تساوي كوسينوس x. ومنه بعد التعويض في العبارة الأولى نجد a دو x تساوي ناقص كوسينوس x زائد سينوس x ناقص سينوس x زائد كوسينوس x، أي a دو x تساوي صفر. السؤال الخامس، لنحسب قيمة المجموع a دو x تساوي كوسينوس بي على 5 زائد كوسينوس 2 بي على 5 زائد كوسينوس 3 بي على 5 زائد كوسينوس 4 بي على 5 زائد كوسينوس عفوا زائد سينوس ديال بي على 5 زائد سينوس 6 بي على 5. نلاحظ ان 4 بي على 5 زائد بي على 5 تساوي بي، اذا 4 بي على 5 تساوي بي ناقص بي على 5، يعني الزاويتان متكاملتان. 2 بي على 5 تساوي بي ناقص 3 بي على 5، و 6 بي على 5 تساوي بي زائد بي على 5، ومن S تساوي كوسينوس بي على 5 زائد كوسينوس بي ناقص 3 بي على 5 زائد كوسينوس ديال 3 بي على 5 زائد كوسينوس بي ناقص بي على 5 زائد سينوس بي على 5 زائد سينوس بي زائد بي على 5. بتعويض القياسات السابقة بالملاحظات، ومنه بملاحظة أن كوسينوس بي ناقص x تساوي ناقص كوس x وسينوس بي زائد x تساوي ناقص سينوس x، نجد S تساوي كوس بي على 5 ناقص كوسينوس 3 بي على 5 زائد كوسينوس 3 بي على 5 ناقص كوسينوس بي على 5 زائد سينوس بي على 5 ناقص سينوس بي على 5، وبالتالي نحصل على S تساوي صفر.